برحب بحضراتكم من جديد. الزمالك وصدارة لفترات طويلة في الدوري الممتاز، ولكن في الآخر الخسارة كانت خسارة صادمة للجمهور. عماد، من وجهة نظرك ليه الزمالك خسر؟ هل لأنه زي ما قلت أنت في الأول التركيز على الكونفدرالية، ولا رحيل جروس هو كان من ضمن أسباب خسارة الزمالك للدوري، ولا أصلا الزمالك كان نوعية اللعيبة ما تقدرش تنافس على أكتر من بطولة؟ يعني في آراء كتيرة وفي أسباب كتيرة، من وجهة نظرك إيه؟ لا، يمكن البداية ان اللعيبة تعبت جدا في الكونفدرالية، ولعيبة الزمالك ما كانش، يعني كان مستر جروس كان معتمد على ال11 او ال13 اللي بيلعبوا بشكل دايم، فاللعيبة يعني استهلكت تماما جداً في الكونفدرالية، والبودرة ما كانوش جاهزين لانه دايما بيعتمد على نفس الاسامي، بيعتمد على نفس اللعيبة. يمكن دي كانت البداية، واحنا قلنا ان خسارة الكونفدرالية كان فوز الكونفدرالية وكان بداية الخسارة بالظبط. اللعيبة خلاص كانت تعبت تماما، أجهدت تماما، دي من الناحية البدنية. طبعا قصة ان جروس قاعد جروس ماشي جروس قاعد جروس ماشي، دي كانت مشكلة كبيرة جدا. ان المدرب ماشي وكان لسه فيه ماتشات في الدوري، صح. جي كابتن خالد جلال الراجل معذور تماما لانه جه في وقت صعب جدا، جه في لعيبة مجهدة، بعض المشاكل اللي موجودة، قصة كهربا موجود مكمل مش مكمل، هيمشي مش هيمشي، محمد إبراهيم مكمل مش مكمل، حازم امام هيكمل مش الحاجات دي كلها البلبله بتعمل بتعمل خلي اللعيبه تتكلم في اوضه اللبس، اللعيبه تتكلم في اوضها، ده مشاكل، خلي اللعيبه تخرج من تركيزها في الهدف الرئيسي وتركز في الحاجات الفرعيه. تاني حاجه، قوه النادي الاهلي ورجوعه خد من تركيز لعيبه نادي الزمالك والجهاز الفني لعيبه الزمالك. يمكن مجلس اداره السنه دي وفر كل حاجه للنادي الزمالك، يعني عشان نكون واضحين، جاب صفقات ولاعيبه على مستوى عالي جدا، نادي الزمالك كان بيأدي بشكل جيد، لكن في الاخر العامل الذهني في نهايه الدوري اللعيبه بدات تقل، والمفروض يبقى العكس. المفروض ان انا في نهايه الدوري باعلى، يعني اعلى كيرف بالنسبه لي، اعلى مرحله بالنسبه لي، نادي الزمالك لا، العكس كان معاه، كان بدا بدايه قويه جدا وبعدين تراجع بشده. بالظبط، المشاكل بتاثر بشكل كبير جدا جدا. وطبعا اصابه جنش فرقت مع نادي الزمالك بشكل، مش عايز كلام، يعني مش عايز كلام، مش تقليل من حراس المرمى اللي موجودين، لكن في الاخر لما يكون عندي حارس مرمى هو الافضل في نادي الزمالك وبيأدي موسم جيد جدا ويقع مني، دي بتبقى مشكله. كهربا لعيب من اللعيبه الاساسيه، اوباما لما في الاخر اتوقف مباراه الجونه ما لعبش مباراه القمه، ده بيفرق بشكل كبير. دي كلها عناصر بتاثر، ده طبيعي جدا.